وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. أحيانا كبار جدا صنعتهم امرأة، نحن لا نعرف اسمها أحيانا ولا وصفها، لكن الله يعلم صنعها وكيف أنشأت للأمة رجلا ما زال التاريخ يذكر إلى ساعتنا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك، وهذا من الدروس المستفادة من خبر مريم، قال: حسبك من نساء العالمين أربعة، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسيا امرأة فرعون. مريم صنعت عيسى عليه الصلاة والسلام، وخديجة كانت العين التي يبصر بها النبي عليه الصلاة والسلام تحت سماء مكة وفوق أرضها، وآسيا هي التي كفلت أو قامت على تربية موسى وأول من آمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله العظيم، إذا تأملت في هذا وجدت أنه كم من رجل ما زال التاريخ يسطر أيامه ولياليه إلى ساعتنا هذه، وخبره أصبح كالشمس للدنيا والعافية للبدن، والذي صنعته امرأة. محمد عليه الصلاة والسلام كان يتيما، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ثم تتفاجأ أيضا أن الأئمة الذين ما زالت الأمة إلى ساعتنا هذه تنعم بعلمهم، بعضهم كان يتيما. الشافعي يتيم، الإمام أحمد يتيم، الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى صنعته أخته، الشيخ الإمام الذي أصبح إمام الدنيا في زماننا الشيخ عبد العزيز بن باز كان يتيما، البخاري قبل هذا كان يتيما. إذا الإنسان أحيانا قد يعيش ظروف صعبة، إلا أنه قد تكون بدايته يعتريها شيء من النقص فتكون نهايته مشرقة للأمة قاطبة. النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى حياته برعاية الغنم فانتهى برعاية الأمم كلها عليه الصلاة والسلام.